دعا مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بريل إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الرابع والأخير. ولدى افتتاح اجتماع منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، شدد بوريل على أنه يجب تمديد هذه الهدنة التي وصفها بأنها خطوة أولى مهمة وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي.